نظم نشطاء فلسطينيون صلاة الجمعة أمام بناية عائلة الرجبي في الخليل، والتي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين. وعقب الصلاة نظم النشطاء مسيرة رفعوا خلالها لافتات تطالب بإسقاط الاستيطان والاحتلال، وتأكيدا أن هذا المنزل سيبقى فلسطيني ولن يسمحوا بتحويله إلى بؤرة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل. يوجد في داخل مدينة الخليل وخاصة في البلدة القديمة في كيلومتر مربع تقريبا 5 بؤر استيطانية. هذه ال5 بؤر استيطانية قلبت حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم. هذا هو عبارة عن مستوطنة كاملة بمساحته بضخامته، وبالتالي هي بؤرة جديدة في مدينة الخليل. جئنا لنقول أن الخليل أرض فلسطينية، نرفض ونقاوم الوجود الاستيطاني فيها. قوة الاحتلال الإسرائيلي حشدت جنودها وقمعت المتظاهرين دون سابق إنذار بهدف إبعادهم عن المكان، مستخدمة قنابل الصوت ومياه الصرف الصحي، واعتقلت 3 متضامنين أجانب بالقوة والعنف لأنهم هتفوا ضد الاحتلال والاستيطان المحرم بكافة المواثيق الدولية، إلا أن النشطاء أصروا على البقاء أمام المنزل المصادر متحديين جنود الاحتلال وآلياته. نحن هنا أصحاب هذا المنزل، نحن الفلسطينيين أصحاب هذه البيوت التي يقوم المستوطنين بمصادرتها، ولن نرضى بهذا الحكم وسنستمر بفعالياتنا إلى أن نعيد هذا البيت إلى الحضن الفلسطيني. المقاومة هي العنوان لمواجهة إجراءات الاحتلال العنصرية في حق المواطنين، في حق سرقة الأراضي والبيوت في قلب مدينة الخليل بطرق غير شرعية. هذا الاستيطان والاستيلاء على البيت تم بطريقة غير شرعية من قبل قطعان المستوطنين والسيطرة عليه. بيت الرجب بيت فلسطيني. بناية عائلة الرجبي تقع وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، والاستيلاء عليها سيحولها إلى بؤرة استيطانية جديدة في قلب أكبر مدن الضفة الغربية، وستقطع بذلك أحياء المدينة وتفصلها عن بعضها، فهي نموذج مصغر عن المستوطنات التي تفصل وتقطع المدن والقرى الفلسطينية. هكذا تقمع إسرائيل أصحاب الأرض الأصليين، فيما تسمح لمستوطنيها بأن يحتلوا منازل الفلسطينيين بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية ويحولوها لبؤر استيطانية تعيد في الأرض فسادا تماما كما باقي المستوطنات. من منطقة الخليل المحتلة، أحمد برهنة، رؤيا.